السلام عليكم طلاب. طلاب اليوم محاضرتنا اللي هي عنوانها هو المفروض 6 فيسز اوف ريموفبل بارشال دنتشر، يعني الخطوات الستة اللي من خلالها نكمل البارشال دنتشر از ا كومبليتد بروستيسيس. بس قبلها خلينا نحكي على الكلاس بريتيرن بارشال دنتشر. كشي مقدمة شي بسيط، انا الكلاس بريتيرن ريموفبل بارشال دنتشر يكون هو بي سم ديس ادفانتج. فيرست وان ممكن يكون سترين على اباتمنت تيث، ليش؟ نتيجة مثلا امبروبر توث بريبريشن او كلاس ديزاين ما كان مضبوط بصورة صحيحة، نتيجة لوس اوف تيشو سبورت بحالة الديستال اكستنشن بيس، فهذا راح ممكن يخلي لي لود على الاباتمنت تيث، يعني امتى وذ تايم هاي نحكي، فلذلك نحتاج ريلايننج وكذا. النقطة الثانية ممكن تكون كديز ادفانتج للكلاس بريتند ار بي دي هي الان استاتيك كلاس، لان هو متل راح يكون بيشو ممكن يكون ان استاتيك، خصوصا اذا هو خليته على فيزيبل تو سيرفيس. ممكن تحت الكلاس بحالة البور اورال هايجين مثلا ممكن كاريز يتطور والبيشنت ما يحفظ للتيت والبروستيسيس كلين. طبعا هاي تعتمد على البيشنت اتاتشمنت هذا السيستم. هذا يحتاج اولا يحتاج لازم الالاينمنت مالت الاباتمنت توث از فيفربل مطوله. النقطه الثانيه الاباتمنت لازم يكون جود بيريودونتال هيلث بون سبورت وسفشنت لينث اوف كلينيكال كراون، هذا شيء ضروري لان انا راح اسوي بريبريشن ضمن الكراون. والبالب مارفولوجي كان اكوموديت ذا ريكوايرد توث بريبريشن. بعد شو الطلب؟ يطلب الايكونوميك ستيتس، لان هو قلنا كوست تريتمنت. فلذلك هو استر تريتمنت. هسه نبدي موضوع محاضرتنا اللي هو السكس فيسز اوف ريموفال بارشال دنتشر. الفيس الاول اللي يتضمن فيرست فيس patient education، طبعا كل فيس راح نشرحه بشيء من التفصيل. الفيس الثاني يتضمن diagnosis treatment plan design for removal partial denture framework treatment sequence and mouth preparation. third one نفكر بيه من، يعني هسه احنا الفيس الاول سوينا patient education، الفيس الثاني سوينا diagnosis treatment plan treatment sequence which راح نسوي نقول لل ونسوي mouth preparation وياها من ضمنها الامبريشن من ضمن السكند فيس. الثيرد فيس ليش نفكر بالسبورت؟ انا هذا البروستيسيس اللي راح اقدمها للمراجع لازم اهم شيء النقطه انه بيها شنو؟ الفيس الثالث بعد ما كملت الموث بريبريشن واخذت الامبريشن شنو؟ افكر بالسبورت فور ديستال اكستنشن دنتشر بيس. بعد ما سويت سبورت افكر بال كلوجر ريليشن شيب. نقول عندنا استابلشمنت وفيريفيكيشن اوف هارمونيوس كلوجر ريليشن شيب بين التيث وال prosthesis of opposing side. الفيث فيس بما انه سويت انا closure relationship واخذنا السنتريك ورتبنا امورنا بحيث قبل هسه شنو؟ نقول عنها كملت انا دنشر، فنقول بعد الفيث فيس شنو؟ initial placement procedure، يعني بدايه الانسيرشن مالتي. سكس فيس نقول عنها الفولو اب سيرفيس اللي يحتاج نسوي له appointment. نجي للفيس الاول اللي هو education of the patient. قبل لا تبدي اي عمليه انت لازم تتفاهم مع المراجع مالتك، انت لازم تفهمه شنو الادفانتج والديز ادفانتج، شنو الشورت كومينج هاي العمليه اللي راح تسويها. ليش؟ لانه عمليه البارشال دنتشر هي عمليه تكامليه بين البيشنت والدنتس، ولازم تشرح كل شيء للمراجع على مود بعد يومين ما يصير عندك اخطاء، لان كل شيء تكون بدايته صح نهايته صح. قول limited success if the patient failed to exercise proper oral hygiene habit or ignore recall appointment. لازم تعلمه على الاورال هايجين، فهمه شنو
ولازم اكو فد ريكول ابوينتمنت، يعني مو لبست البارشال دنتشر هي وهي هاي نايت تريتمنت، لا هذا الشيء مو صحيح. البريزرفيشن اوف ذا اورال ستراكشر ون اوف ذا برايمري اوبجكتيف اوف بروستودونتيك تريتمنت will be compromised without patient cooperation, oral hygiene or regular maintenance visit. يعني شنو؟ انت البيشنت تفهمه تقول له هذا العلاج يتطلب good oral hygiene على مود تحافظ على الستركتشر، ومو انطيتك البارشال دنتشر ونهايه التريتمنت، لا لازم اكو فد ريكول ابوينتمنت مينتنس فيزيت نقول عنها. يمتى يبدي البيشنت education؟ يبدي باول لقاء عندك مع المراجع ويستمر خلال فتره العلاج، يعني مو بس اول مره تسولف عليه وبعدين لا تنقطع، لا ذن نسميها reinforcement، اعاده خطه العلاج. هيك راح نشتغل لك، هيك راح نسوي لك، هيك الك هيك عليك، لازم تحافظ على الاورال هايجين مالتك. ذن الامور لازم تبقى تناقشها خلال فتره العلاج، ومن ننهي نسوي انسيرشن للبروستيسيس ينتهي العمل، لا اكو ريكول ابوينتمنت، اكو فولو اب. بالبدايه كل شهرين، بعدين يصير كل ست اشهر ممكن، بعدين كل سنه. انت هذا الشيء قلنا الخطط العلاج تناقشها مع المراجع وتفهمه شنو البروجنوسز ونسوي ديسكشن ويا المراجع، وعلى ضوها راح يكون شغلك صحيح بهالطريقه. يقول لك البيشنت مو دائما هو كل المعلومات اللي انطيه هي راح يبقى بباله، فانا ممكن اكتب له فد شيء ريتن، نكتب له فد ملاحظات على الاورال هايجين كير ويوز اوف ذا دنتشر، هذا الشيء مهم، او المعلومات اللي على ممكن يراجعها بالبيت لان الناس تنسى مثل ما يقولون. يقول اوكي نعطي فد ريتن سجستشن تو رينفورس ذا اورال برزنتيشن. خلصنا الادوكيشن اوف ذا بيشنت. السكند فيس اللي هو قلنا نسوي تشخيص للحاله ونخلي خطه العلاج تريتمنت بلان والديزاين تريتمنت سيكونس اند ماوث بريبريشن. كومبليت اورال اكزامينيشن لازم شي يتضمن، هذا اسوي دايجنوسيس اني، لازم عندي كلينيكال وعندي راديوغرافيك فايندينج. بيش يفيدني ذني؟ شو نشوف بيها؟ خصوصا كلينيكال راديوغراف، راديوغراف نشوف اكو كاريز، نشوف بريدونتال ديزيز، اذا عندي فلنج نشوف وضع الفلنج القديمه شنو، سواء روت كانال تريتمنت او غير تريتمنت معينه. احنا لازم نسوي الانفستيجيشن يا اما كلينيكالي او كلينيكالي، واذا ما الكلينيكال ما عينا المشكله بصوره صحيحه ناخذ راديوغراف ونشوف كاريز condition of the existing restoration, periodontal condition ونشوف الريسبونس of the teeth خصوصا الابتمنت تيث، شوف الريسيدوال ريج تو ذا بريفيوس ستريس، يعني اذا عنده مثلا بريفيوس دنتشر، نشوف الفيتاليتي اوف ريمينينج تيث، هذا نشيكه شيء مهم. ليش؟ لان على ضوء هذا الفيتاليتي مالت التوث نبدا احنا خطه العمل، هذا التوث نشوفه فايتال مو فايتال. شيء بعد ما شيكنا ذن الكاريز بيرودونتال ديزيز، شو نسوي بعدين؟ نشوف الايفالويشن اوف ذا اكلوزال بلين. الاكلوزال بلين نشوف الالاينمنت، مثلا عندي اوفر اربشن توث يحتاج لترمينج، يحتاج اكستراكشن، الاينمنت معين، هذا الشيء نشيكه خلال عمليه الدايجنوسيس. الارتش فورم لين راح ياثر على الديزاين اللي راح اختاراني، والكلوجر ريليشن شيب مال ريمينينج تيث ماست بي اكومبلشد باي كلينيكال فيجوال ايفالويشن ودايجنوستيك ماونتنج. يعني شنو؟ نشوف الاكلوجن مالتي كلينيكالي وناخذ امبريشن ونشيك الكاستات، يعني نسوي ماونتنج نقول عنه دايجنوستيك. قلنا من ضمن التريتمنت سيكونس نشوف الالاينمنت مالت التوث، لان هذا راح يكون عندي جايدنج بلين يحتاج له مثلا
الابتمنت، وثاني نحتاجه نشوف البروكسيمال سايد مالته. فش نسوي هاي العملية؟ نستخدم بها دنتال سيرفير اللي شرحنا بعض الشيء عنه بالمختبر. نشوف مثلا هذا التوث، نشوف الديزايرابل اندر كات ومنطقة اللي يصير بها كونتاكت ويا البروكسيمال بليت، ونحدد الانديزايرابل اندر كات على مود نغير الباث اوف انسيرشن او نسوي لها بلوك اوت ونتخلص من عندها. هذا الدنتال سيرفير موجود بالمختبر واحنا شفناه ان شاء الله، اللي من خلاله نحدد الهايت اوف كونتور والماكسيمم كونفكسيتي اذا تذكروها اللي حكيناها بالمختبر. الخطوة الثانية قلنا شنو؟ سوينا ماوث بريبريشن. يقينا احنا من كملنا الماوث بريبريشن بعد شنو؟ من سوينا ماوث بريبريشن ناخذ امبريشن. سوينا ماوث بريبريشن ناخذ امبريشن بعد كل شيء كمل، نلجأ للخطوة اللي بعد هي اللي نفكر بال هاي بنفس الفريم ورك. نخلي هنا في الدنشر بيس ماتيريال، وهاي منطقة الفري اند ناخذها بسكند تايب اوف امبريشن. احنا لان هناك راح نقصها، فاذا تشوفها راح اراويكم اياها بالكاست شلون قاصيها، ومتغير لون الكاست فصاير لونين. هاي العملية نسميها اثر كاست تكنيك. شوفوا هاي قاصها وماخذ امبريشن مرة ثانية، وبعدين ضايف سكند تايب اوف ستون، فطلعت هاي هنا سجلت بهاي الحالة، سجل هنا بحالة الاناتوميكال فوم، والرج سجلت بحالة السبورتنج فوم. بهذه الحالة راح احط سبورت، شوف هسه هاي اللون وهاي لونين، هذا اللي اقصده نسميه التر كات تكنيك. هسه education of the patient، second phase first phase وال education of the patient، والsecond phase اللي هو diagnosis treatment plan والmouth preparation treatment sequence، والثيرد فيس فكرت بالسبورت، الفورث فيس اللي انا ما اتقدم له اذا مو السبورت يكون كامل وبصوره صحيحه. نقول عنها الاكلوزر ريليشن شيب والتوث ارينجمنت. قلت لك وين ابار وذر العفو سوري whether the partial denture is too supported or has one or more distal extension base. The recording of the occlusal relationship with tooth arrangement important step in the construction of partial denture. يعني سواء عندي free end او عندي هو tooth supported، الاكلوزر relationship يقينا مهمة، فالعامل مهم لان من خلالها البيشنت راح يسوي occlusion بالteeth وانسجن للفود وراحته راح تبين بهاي الخطوة. بس هاي العملية ما نحصل جو ريليشن إذا أنا ما عندي سبورت. لذلك يقول لك جو ريليشن ريكورد should be made only after obtaining the best possible support for denture base. يعني أنا لذلك كان هذاك الفيس اللي قبله شنو؟ نحصل سبورت وبعدين نفكر بالوجه. الفيفث فيس منو؟ اللي هو هسه انيشال بليسمنت بروسيجر. انيشال بليسمنت بروسيجر يعني خلال الانيشال بليسمنت، شوف مثلا نجيب الدنشر نخليه انسايد بيشنت ماوث، اكو رف ايج اشوف الادابتيشن مال الدنشر بيس، اكو نايف ايج اسوي لها سموثنج بحيث ما تسوي تروما، الدنشر بيس سموث well adapted to the denture base، بعدين check occlusal surface. اوكي طلاب هذا شو نقول عنه initial placement procedure. six phase of partial denture surface اللي هو periodic recall، هذا العامل مهم. يعني انت مو تنطي الدنشر للبيشنت وانتهت التريتمنت، لا ما تنتهي التريتمنت، هاي خطوات واحدة متعلقة بالثانية، لان لابد البيشنت اكو فتخ يعني تصير عنده فد مشكلة، فيراد نقول عنه periodic recall. يعني البيشنت ما يصير تعطيه دنشر تقول له هي هاي، لا عنده مشكلة لازم يراجعك، لأن المشكلة ممكن تنحل بالبداية ببساطة،
بس بعدين لا تحتاج لها تايم يلا واكثر كوست يلا تتصحح لانه اذا تركها فلذلك البريود كول فيري فيري امبورتنت. يقول لك this examination must monitor the condition of the oral tissue or response to the tooth preparation والبروستيسيس. بعد check the condition of the oral tissue نشوف response to the teeth restoration والبروستيسيس. نشوف البيشنت اكسبتنس اذا عنده فد مشكله معينه ملاحظه معينه قبول البيشنت لهذا الشيء والبيشنت كوميتمنت to maintain the oral hygiene. يعني نشوف البيشنت محافظ على oral hygiene ممكن يحتاج ل reinforcement يحتاج لتعليم ازيد خافت خطوة ما فاهمها. من هاي الملاحظة شنو استفاد؟ يعني احنا ليش قلنا نريد periodic recall بحيث خافي loss of support بحالة distal extension base. اذا فقدنا الكونتاكت بالdistal extension base فيحتاج relining نعوض هذا الشيء ويتصحح بحيث ما يصير لود على الابوتمنت. هذا الشيء وين نلاحظه؟ بحالة الريكول ابوينتمنت مثلا نقول له انت سنويا لازم تجي وتلاحظ خاف يصير خلل بالاكلوجن ولوس اوف كونتاكت احنا بنصححها من البداية فلذلك نحافظ على البروستيس وعلى الابوتمنت توث. بعد هسه بعد ما خلصنا السكس فيسز عندنا يقول لك الريزنز for failure of clasp retained partial denture. أسباب فشل clasp retained partial. أول وحدة ممكن يكون السبب الأول لأن أنا عندي بالدياجنوسيس بالتريتمنت بلان عندي فد بروبلم. شنو البروبلم؟ inadequate diagnosis تشخيصي ما كان بصورة صحيحة ممكن راح يخلق لي بروبلم بالclasp retained partial denture. أو failure to use surveyor or to use surveyor properly during treatment plan. انا ما استخدمت surveyor او ما استخدمت او استخدمت surveyor بس مو بصوره properly صحيحه. اكو عندي sequence بالماوث preparation failure to properly sequence بالماوث preparation procedure او inadequate mouth preparation. الماوث preparation بحيث انا ما سويت الاناليز الصحيحه وعلى دنتال سيرفير بصوره صحيحه فيكون الماوث preparation inadequate وما اخذت الاندر كات بصوره صحيحه وما سويت بارالل سيرفيس بالابوتمنت ممكن راح يسبب لي فيلر. اذا النقطه الثانيه شنو؟ inadequate mouth preparation usually resulting from insufficient planning of the design of the removal partial denture or failure to determine that mouth preparation have been properly accomplished. ممكن خلال عملية mouth preparation قبل لا اخذ impression مثلا عنده previous denture وعنده inflammation بالتشو انا بحيث ما حاولت ارجع او نقول للبيشنت مثلا ريموف البريفيال دنشر اللي بيه بروبلم او اكو فد انفلاميشن بالتشو نتيجه فد باد اورال هابت مثلا معينه والتشو صار بيه انفلاميشن ومو بالاوبتيمم هير فلذلك ما رجعت انا قبل لا اخذ امبريشن فهذا راح ياثر على من على الفيوتشر بارشال دنشر ويسبب ممكن يكون سبب بالفيلر. النقطة الرابعة من ضمن الماوث بريبريشن احنا قلنا الامبريشن. انادكويت امبريشن اوف هارد اند سوفت تيشو. الامبريشن ما كانت مضبوطة بصورة صحيحة. ممكن السبب الثالث بالديزاين اوف ذا فريم ورك يعني هذا تكنيكال ايرور. طبعا الطبيبي يعني هو الديزاين راح يحدد الطبيب بهذه الحالة. بالديزاين اوف ذا فريم ورك ممكن شي يصير عندي اللوكيشن مالت الريست السايز مالت الريست اللي سويته اوكي طلاب فيلر تو يوز بروبرلي لوكيتد اند سايز ريست الميجر ماينر كونكتر ممكن الماتيريال مالته ما تكون ريجيد انف يكون فلكسبل
or incorrectly located. ممكن ما اختارت المكان مالته الصحيح. الميجر كونكتر والاكستنشن مالته والحدود مالته اللي هو سويناهن بالديزاينات بالرسم. فانا اذا عندي خطا بهذا راح ياثر على الديزاين مالي فريم ورك وبالتالي ممكن فيلر بالدنشر. Incorrect use of class design. انا سويت لفد كلاس ديزاين واختاريت بس مو صوره صحيحه لذلك ممكن يسبب فيلر بالدنشر. Use of cast clasp that have too little flexibility و too broad in tooth coverage. ممكن السبب بالديزاين فيلر يصير بالديزاين او فريم ورك. Use of cast clasp that have too little flexibility or too broad in tooth coverage فلذلك يأثر عليه من الاستاتيك وما نعطي فد consideration صحيحة لل أستاتيك. ممكن يكون أحد أسباب الفيلر اللي هي لابراتوري بروسيجر اللي هي متعلقة خصوصا بالكاست. يقول problem in master cast frustration. ممكن يكون inaccurate. يس صارت problem in master cast نتيجة مثلا inaccurate condition فراح يعطيني كاست صحيح. Poor cast forming procedure يعني ما صح صبوا impression مالتي مضبوطة بس كانت صب مالتي مو صحيح او الماتيريال اللي استخدمتها بالصب مو صحيحة او زودت كمية الووتر مثلا ووتر باودر ratio كلها راح تأثر عليه من على الكاست. نقول poor cast forming procedure او يقول لك incompatible impression material with gypsum product. النقطة الثانية باللابراتوري بروسيجر. النقطة الأولى متعلقة بالكاست. النقطة الثانية failure to provide the technician with specific design and necessary information to enable the technician to execute the design. طبعا الديزاين مسؤول عليه هو الطبيب. يقول لك أنت failure to provide the technician with a specific design and necessary information المن للتكنيشن على مود ينجز عمله بصورة صحيحة. النقطة الثالثة failure of the technician to follow the design or written instruction. مرة انه انا ما انطيته معلومات بصورة صحيحة انا كدنتست. النقطة الثانية يقول لك لا هو التكنيشن ما سوى follow the instruction مالت الدنتست. بعد من ضمن اسباب الفيلر هي support for the denture base. الدنشر بيس قلنا لازم تمتد لأقصى منطقة بس without impingement للأجسنت تشو يعني نحصل maximum support بس without damage لل surrounding vital structure. إذا أنا كان عندي inadequate coverage of the basal seat area راح يكون عندي inadequate support وبالتالي راح يصير عندي ممكن future failure بالprosthesis. النقطة الثانية بالسبورت فيلر تو ريكورد البيزل سيت تيشو ان سبورتنج فورم. ها هاي مهمة النقطة لان قلنا احنا ماكو سنجل امبريشن تعطينا اناتوميك فورم سبورتنج فورم فلذلك نستخدم موديفايد امبريشن تكنيك اللي هي مثلا التراد كاست تكنيك اللي ناخذ السبورتنج فورم مال ديستال اكستنشن. انا اذا ما حققت السبورتنج فورم راح يصير تورك على الاباتمنت توث ممكن ويأثر على الاوكلوجن ويأثر على اللايف سبان مالت البروسيس. ممكن انا عندي الريزن احد ريزن مال فيلرز اللي هو بالاكلوجن بحيث انا ما انطيت هارمونيوس اكلوجن ريليشن شيب فيلر تو ديفلوب هارمونيوس اكلوجن. النقطة الثانية بالاكلوجن فيلر تو يوز كومباتبل ماتيريال فور اوبوزينج اوكلوزال سيرفيس. هاي شنو؟ يقول لك انه انت مثلا واحد استخدمت بحد مثلا ابر فيكس او ريموفابل ما كانت كومباتبل الماتيريال بين الابر واللور. مثلا اللور استخدمت اكريليك مثلا اللور اكريليك الابر استخدمت مثلا جماعه البورسلين
فراح يصير عندك كليكينج واتريجين بالاسنان بوحده قبل الثانيه، فالكلوجن ممكن راح يصير ب فيلر من وقت. هذا نقصد ب فيلر تيوز كومباتبل ماتيريال فور اوبوزنج اوكلوزال سيرفيس. البيشنت دنتست ريليشن شيب اللي هو من ضمنها من البدايه قلنا هاي العلاقه اللي بالبيشنت اديوكيشن، انت لازم تبني علاقتك انت كدنتست ويا البيشنت. اذا صار فيلر بهاي راح يكون ممكن شورت كومينج وياثر على البروستيسيس. Failure of the dentist to provide adequate dental health care information including care use of the prosthesis. يعني من البداية انت ما كان تواصلك بصورة صحيحة بحيث تفهم على ال limitation مالتل التريتمنت مالتك. Failure of the dentist to provide recall opportunities on periodic basis. يعني ما فهمت البيشنت مالتك انه انت لازم تجينا بين فتره وفتره ولازم تشيك لك. قلت لكم انا من البدايه انه هذا الشيء الكلام مالتك من البدايه يبدي مع المراجع ويستمر حتى النهايه. ينتهي مع تسليم البروستيسيس؟ لا ما ينتهي. بعد التسليم تقول له لازم اكو ريكول ابوينتمنت وفيزيت متكرره على مود تشوف انت استجابه التشو، تشوف السكسسفول ريت مالت البروستيسيز مالت الابتمنت تيث شلونه، كوبريشن بيشنت اورال هايجين مهتم بها ولا. النقطه الثالثه فيلر اوف ذا بيشنت تو اكسرسايز دنتال هيلث كير ريجيم والريسبوند تو ريكول. لان البيشنت مرات عنده خلل فانت بالريكول ابوينتمنت صحح هذا الخلل.